يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الكتب التي تقترحونها في التدرج في تعلم الفقه والعقيدة والحديث وكذا التفسير؟ مثل ما ذكرنا مختصر في الفقه، مختصر في النحو، مختصر في التفسير، مختصر في الحديث، مختصر في المصطلح، خذ من كل فن مختصر تقرأه على أهل العلم. إلا إذا كنت تدرس دراسة نظامية فتقرأ المقررات التي اختيرت لكل سنة، تقرأها وتفهمها وتهضمها تماما. هذه طريقة التعلم. نعم.